وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستغلال الامثل للشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه والتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ والازمات والاحداث الطارئه. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع قائد القياده الاستراتيجيه وعدد من المسؤولين بتكامل الشبكه الموحده للطوارئ والسلامه مع المشروعات التنمويه والخدميه لتصبح منظومه اساسيه للحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصله جهود جميع الجهات المعنيه بالدوله لتحقيق الاستغلال الامثل من الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه التي تهدف الى تسخير امكانات الدوله للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافه انواع الازمات والاحداث الطارئه والسيطره عليها وانهائها باستخدام احدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من اكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وتهدف الى سرعه احتواء ومجابهه جميع انواع الطوارئ والازمات والكوارث بكفاءه تامه وخلال اطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطره الكامله وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنيه بالدوله سعيا نحو ربط كافه عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه عبر مركز رئيسي وغرفه عمليات تخصصيه في كل محافظه باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثه وفي اطار شبكه موحده ومؤمنه بالكامل وطبقا لاحدث المعايير العالميه